كنا والله اول يوم اجي خطيت تعبان من الدوام نام، ثاني يوم قال لي مصطفى قوم بشياء، قلت له وين؟ قال قوم. والله رحنا انيا رحنا اشترى لي ملابس، واشترى الا ملابس خطيه، هو صار عمي اصغر واحد بينا، يعني انيا مو بس عم، هو شلون اصدقاء واخوان، يعني انيا كل شيء عندنا. رحنا انيا قال مصطفى امشي اشتري دجاج، رحت جبت دجاجتين، قال السوق سوقت من كل شيء كيلوين كيلوين كيلوين، قالوا لا اسراره كلها ما عدى ابد مشاكل. رحنا لعالم الفقره اعطينا المسواق، وثاني يوم الصبح فتحت له الصبح الباب راح للدوام، وقبل اللي يتوفى بنص ساعه كان يتراسل وياي يقول لي مصطفى شلون البيت؟ قلت له زين، قلت له انا راح اروح. قال لا مصطفى ابقى يم امي دير بالك عليها. قلت له ضج، قال دير بالك على والدتي. من اجي اني يوم قبل نص ساعه قبل يتوفى، قبل نص ساعه توفى بال9:38 بالليل. ايه قال لي لا تروح مصطفى، انا قاعد اروح البيت. قال لي لا تروح ابقى يم والدتي ما كحد يوم، بس باكر اني اجي انتظرني تحمل من الباكر، باكر اجي ابقى وياه يومين، لان خطيه هو كل ما يجي من الدوام يخبرني قال مصطفى تعال انا ضوج بوحدي، اجي اني اطلع اني اسويه. قال لي ابقى بالبيت لحد ما اجي باكر. شنو سافة الأغلب ذكره وقالوا تهكير وصفحة فيسبوك؟ صفحة التهكير هو حتى ذاك الولد أصلاً خطية الله يرحمه ما يعرف الفيس، أي شيء يصير يقول مصطفى تعال سوي لي صفحة ما الفيس، تعال سوي لي الفايبر، تعال غير لي اسمي. هذا ارتكاب كله مرتكب عليه أصلاً. قبل هاي جايب له جايب كعك، وهاي ذاك الولد أكل وياهم، وكان يضحك ويا مازن ويشاق ويا مازن، مو راح الواجبة الله يرحمه شو مسوي؟ رايح شايفه منتبه عليه، مو ما منتبه على واحد، وين رايح؟ رايح مفتر له شافه ما منتبه عليه، جاء غفل ونفذ عليه غفل بدون ما يدري هو، مو لو زلمه كان جاهم قابل ضربه 15 طلقه صفحته منه اليسرى، ومسدس المسدس ما يمكن اسمه سيزار، ما اسمه والله ما اعرف، يشيل طلقات مال الكلوك. الزملاء موجود وعده واحد عالقنار فوق واقف، هذاك تخربط الولد من شاف ينفذ عليه تخربط. قبل انا شنو بنفس الدقيقه خابرني منه زميله، قال له مصطفى هيك وهيك اتلقوا، انا هنا بالبيت كانت بس انا وبي بيتي، ما قمت ارجف يعني وتخربطت، ما قدرت اقول البي بيتي، اذا انا اقول البي بيتي وبحد بالبيت اخاف يصير بيها شيء. اجوا جت عمتي جت وزارة الداخليه ما بيها كاميرات؟ بيها كاميرات وكل شيء بيها، بس لحد الان كل شيء مطون. حضرتك أقارب المغدور مازن وأيضا المنتسب؟ صحيح، وزارة الداخلية بالشرطة الاتحادية، مازن صرب العمتي، والكتل بثنا الواجب، وزارة الداخلية وزارة كاملة يسلمون القاتل مركز الشرطة، ليش وزارة كاملة يسلمون مركز الشرطة؟ ليش ما قتل الوزارة حق قوية؟ ليش شوان هي وزارة داخلية، وزارة مقر وزارة شارع الوزير، قتل في شارع الوزير، شارع الوزير يعني اليوم الكتابات يضربون الوزير. احنا طالب من الوكيل خليهم ياخذون من حقكم اياه، شلون يسلمون مركز الشرطه؟ كل شيء ماكو سبب ابد، هي اكو سبب ماكو، متعشين مخلصين رايح ابني يخسر، يقول انا ما ادري شافه من ورا الطاهيه، كل سبب ماكو، على تليفوني متخاف ما اعرف انا متهكر الفيس انه متهكر يعني هو زميله الوياء زميله يعني قاعدين قبل بالواجهه قبل ما يتوفى المرحوم بخمس دقائق هم قاعدين يتعشون سوا، واحد بالصف اللق بالكاميرا اثناء وزاره الداخليه تصويرها يتعشون سوا، قام المرحوم على المغاسل دي غسل ايده، وصل السيارة فتح باب السيارة غدره من ورا سود على اندار على يده صده بايده، صارت الطلقة بايده ليدافع عن نفسه، صارت الطلقة بايده، من صارت الطلقة بايده هو فاقد الوعي ممثل به. نطالب وزارة الداخلية وكيل الوزارة مع سعد طالب حقوقنا، احنا مريشي مريد حقوق، طالب مثل ما انضرب تحت العلم واثناء الواجب وبمكتب وزير تنفيذ اعدامه، يعني ما ريشي نفس المكان اللي تنفذ بيه اخويا
انفذبي. يعني هو القاتل ارتكب هذه السالفة واعترف انه قال اعترف انه اني قاتل. قال له شنو؟ قال لهم انه اني قتلت. احنا نعترف نريد اعدامه وبنفس المكان. نفس المكان اللي ادى به العملية يسوون الاعدام مادة. كان بشارع الوزير نفسه. مكتب شارع الوزير تحت العلم. واثناء تأدية الواجب. وهذا ثالث شهيد احنا ننطيل الدولة. ثلاثتهم منتسبين. ما بقى لنا شيء احد. هو مازن اصغر ال اي هو مازن توأمالته. انت اخت مازن. انا يعني اخته توأم مالته. اخته توأم مالته. يعني ايش منو بقى لنا؟ يعني ثلاثة يروحون منو بقى لنا بالدنيا؟ بقيت انا وامي. ظهر على ظهر بس ماكو احد عندنا. ماكو احد عندنا. كل واحد عنده بيت وعائلة طالعين. ها هي ما عندنا احد. اصلا ما انا علمت الصبح يلا علمت بابا. يعني علاقته وياه كلش كلش طيب. عقلي ما ياخذ. يعني انتم من كان بالبيت هنا عندكم قبل لا يروح للدوام ما متاثر؟ ماكو اي مشكله بباله؟ اقول له تبت البيت مو مثلك عيني. حتى مني صحي امه ما افتهم له. هل قد ما احس ناصي قبل موته بيوم كسى ايتام ولد اخويا سكت من كساهم. كل شيء ما عنده. وقفت يم الدرج قلت له عيني من عمري على عمرك الله يوفقك الله يخليك ان تسيت اليتامى. ضحك